السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سماجدة حمدان من مدارس القيروان النموذجية. اليوم يا عاشر إن شاء الله رح نستكمل درسنا في وحدة المحيطات، وتكلمنا في الحصة السابقة إنه معظم الأمواج البحرية تنشأ بفعل الرياح، وبتختلف خصائصها اعتمادا على قوة الرياح ومدى تأثيرها. وتكلمنا أيضا عن خصائص الموجة، خلينا نستذكرها، اللي هي القمة الموجة وهي أعلى نقطة في الموجة، وقاع الموجة وهو أدنى نقطة فيها، وارتفاع الموجة وهي المسافة الرأسية بين قمة وقاعها، وأيضا سعة الموجة اللي هي منتصف ارتفاع الموجة، والطول الموجي اللي هو المسافة بين قمتين متتاليتين أو قاعين متتالية. وتكلمنا إنه أمواج المحيط بتنقسم بحسب القوة المسببة لها إلى ثلاثة أنواع، هي الأمواج الناتجة عن حركة الرياح، وأمواج تسونامي الناتجة عن الزلازل البحرية، والمد والجزر الناتجان عن قوة الجذب. واليوم رح نتكلم عن هذه الأمواج التي تحصل بحسب القوة، وأول وحدة اللي بيحصل بسبب الرياح اللي هو تكسر الأمواج. خلينا بالأول نأخذ فكرة عن تكسر الأمواج. عند اقتراب الأمواج من الساحل فإنها تزداد ارتفاعا وتقصر طولا لتنتهي لاحقا على الساحل كأمواج متكسرة، وينتج تكسر هذه الأمواج عن الحركات المدارية لجزيئات الماء داخل الموجة كما أخذنا في الحصة السابقة، وعن الاحتكاك مع قاع المحيط مما يبطئ من حركة الأمواج. حكينا إنه حركات الجزيئات الماء بتختفي لما تصل عند القاع، فهذا رح يبطئ من حركة أمواج القاع بشكل بتناسب مع الأمواج السطحية. وفي داخل كل موجة بتتحرك المياه بشكل مداري، حيث تتحرك هذه الجزيئات الماء في دائرة قطرها مساوي لارتفاع الموجة، ولدى وصول إلى عمق مساوي لنصف طول الموجة فإنه الحركة المدارية أو ممكن حركة إهليجية أيضا في كتلة المياه رح تختفي، كما قلنا لما بتصل عند القاع بتبدأ تختفي، ومع اقتراب الأمواج من الساحل وبتتناقص مع العمق إلى أقل من نصف طول الموجة فإنه حركة هذه الجزيئات تصبح بيضاوية أو إهليجية، وتكون غير قادرة على الاحتفاظ بمدارها فبتتكسر الأمواج. طيب إذا تكسر الأمواج يا عاشر، بيختلف سلوك الأمواج البحرية في المياه اعتمادا على عمق الماء. إذا عمق الماء مهم جدا لسلوك الأمواج، فعندما تقترب الأمواج البحرية من الشاطئ أو الساحل فإن عمق الماء بقل، فيصبح عمق قاعدة الموجة أكبر من عمق الماء في تلك المنطقة، لذلك لا تستطيع جزيئات الماء الحركة بشكل دائري، الأمر الذي يتسبب في إحداث تغير في حركتها فبتتحرك بشكل بيضوي أو إهليجي. طيب تكسر الأمواج، إذن بنعيد مرة تانية، عندما تقترب الأمواج من الشاطئ تبدأ سرعتها بالتباطؤ أو التناقص كما تشاهدون في الصورة أمامكم، ويقل طولها. إذن بنشوف إنه الأمواج عند المياه العميقة بتكون ذات أطوال موجية ثابتة، والعمق شايفين أكبر من نصف الطول الموجي. لما بتتجه قاعدة إلى الشط بصير تلامس الأمواج اللي تقترب من قاع، بتصير من القاع تتلامس، فرح يصير يقل الطول الموجي، وبالتالي رح يزداد ارتفاعها. شايفين كيف عم بيزداد ارتفاعها، ورح تتزاحم مع بعضها البعض. نتيجة لذلك تصبح هذه الأمواج أعلى وأكثر
ميلا وغير مستقرة، فالقمة تبعت الموجة رح تنهار إلى الأمام، فبتنهار على الشط. إذا ما هو تكسر الأمواج؟ هو انهيار الأمواج وارتطامها بالقاع، وذلك لأن الأمواج القادمة تصبح أعلى وأكثر ميلا وغير مستقرة. طيب نأتي أيضا إلى أمواج تسونامي، اللي هي كمان نوع من الأمواج التي تحدث في المحيطات والبحار. طبعا كتير بنسمعنا عن أمواج تسونامي وكيف سابت دمار بعديها. خلينا نعرفها، هي أمواج بحرية ضخمة. إذن هي أمواج بحرية ضخمة نتجت معظمها بفعل الزلازل التي تحدث في قيعان المحيطات، ويمكن أن تتكون أيضا بسبب الانفجارات البركانية تحت الماء أو الانفجارات النووية اللي بفعل الإنسان. إذن هي أمواج ضخمة جدا تنتج بفعل الزلازل في القيعان المحيطات أو بسبب انفجارات بركانية تحت الماء أو انفجارات نووية. طيب كيف تحدث؟ شوفوا معنا الصورة أمامكم، بنلاحظ أنه الأمواج بتتكون في طبعا مركز الزلزال، من عند مركز الزلزال، فهاي الأمواج رح تنتقل بسرعة هائلة جدا، قد تصل إلى 800 كيلو متر بالساعة، وممكن إنها كمان تنتقل أكثر آلاف الكيلومترات. تتولد أمواج تسونامي إذن في المياه العميقة عند بؤرة الزلزال، رح تسير على شكل أمواج طويلة الموجة قد تصل طولها إلى 200 كيلومتر، بينما لا يتجاوز ارتفاعها 1 متر. إذن كما تشاهدون أمامكم إن هي مركز الزلزال، صارت عندي الأمواج، لاحظوا كيف إنها تكونت وصارت عندي أمواج طويلة طويلة، لكن ارتفاعها متر فقط، فهاي طبعا بسبب السرعة العالية والارتفاع رح تكون عندي أمواج تسونامي، وأمواج تسونامي بتسبب دمار كبير لدرجة إنه في مدن اختفت عن الشاطئ. ومن أكبر مثال عليها اللي هي أمواج تسونامي ما حدث باليابان، وترك عنا طبعا دمار شامل وكبير وقتل آلاف من الأشخاص اللي كانوا موجودين طبعا. فهاي هي أمواج تسونامي. نأتي الآن إلى أمواج تحدث بسبب المد والجزر. كما تشاهدون أمامكم عنا القمر وعنا الأرض، وكيف طبعا أخذنا في السنوات السابقة إنه المد والجزر يحدث بسبب إيش؟ قوة جذب القمر والشمس على الأرض. فخلينا الآن بالأول نعرف المد والجزر. المد هو عبارة عن تعاقب ارتفاع مستوى سطح البحر وانخفاضه بسبب تأثير قوتين اللي هي قوة جذب القمر والشمس على الأرض. ويعد المد موجة ضخمة يصل طولها إلى آلاف الكيلومترات، لكن ارتفاعها طبعا قليل لا يتجاوز من 1 إلى 2 متر. طيب كيف يحدث المد والجزر؟ بيظهر الآن عندنا كما تشاهدون في الصورة تأثير القمر بشكل واضح على المحيطات أكثر من اليابسة، فبتتعرض المناطق المواجهة للقمر وأيضا المناطق المقابلة له بتأثير كبير لقوته أكثر من المناطق البعيدة. ينتج ارتفاع في مستوى المياه المواجهة للقمر وارتفاع آخر في المناطق التي تقع في الجهة المقابلة فيحدث المد. شايفين كيف مد وجزر مد وجزر. أما المناطق الأخرى فيحدث انخفاض في مستوى سطح الماء، وبالتالي رح يحدث عندنا الجزر.
عملية المد والجزر بتحدث في اليوم مرتين كل 12 ساعة. إذا عمليات المد والجزر في كل منطقة من المحيطات تحدث مرتين كل 12 ساعة. والمد والجزر بتغير موقعه بسبب دوران الأرض حول نفسها. إذا هاد هو يا عاشر درس اليوم، وإن شاء الله بنشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.